في إطار انعقاد مؤتمر بوابة الخليج الذي عقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، أكد سعادة وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر على أن المؤتمر يشكل فرصة مهمة لعرض تجربة البحرين وما تمتلكه من مقومات جاذبة للاستثمارات الخارجية. وقال الحمر إن لدى وزارة الإسكان تجربتين للتعاون مع القطاع الخاص، هما مشروع المدينة الشمالية ومشروع مزايا، وهي تجربة متقدمة على مستوى الحكومة، الأمر الذي يؤهلنا للاستعراض ومد التعاون مع شركات القطاع الخاص من المطورين. وأضاف أن التعديل الذي أقره مجلس الوزراء المقر والمتعلق بمشروع مزايا سيدخل شرائح أكثر للاستفادة من هذه الخدمة الإسكانية، وستشمل ذوي الدخل المحدود، كما سيكون المشروع أكثر استعدادا واستجابة للطلب، حيث ستقدم فيه أنواع وأحجام مختلفة من الوحدات السكنية. وأشار إلى أن الوزارة وزارة الإسكان حاضرة في المؤتمر بتجربتها مع القطاع الخاص كأول تجربة على المستوى الخليجي والشرق أوسطي، خاصة وأن الوزارة وفرت أكثر من 7500 وحدة سكنية خلال المشاريع التي تعاونت فيها مع المطورين من القطاع الخاص، وهي أكبر طاقة يمكن أن تحققها الوزارة بإمكانياتها الذاتية.